دلوقتي هنروح لليندا تطمننا على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي يا ليندا. زي ما قلنا يا شاذلي من شوية، في النهاردة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وكمان البلاد بتشهد ظواهر جوية تانية، تعالى نتعرف عليها مع بعض. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون برد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء، وهيكون دافي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وهيكون مائل للبرودة على شمال الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كل الأنحاء. قبل ما نستعرض مشاهدينا درجات الحرارة، خلونا نروح لدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يعني يا دكتور، بجانب الانخفاض الملحوظ اللي بتشهده البلاد النهاردة، إيه الظواهر الجوية اللي هتشهدها البلاد النهاردة التانية؟ بالفعل احنا بنشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية العظمى، تتراوح على القاهرة الكبرى ما بين ال 15 وال 16 درجة مئوية، ده خلال فترة النهار. خلال فترة الليل هتكون ما بين ال 8 وال 9 درجات، فالأجواء شتوية باردة خلال فترة النهار، شديدة البرودة خلال فترة الليل، وبالفعل كمان في نشاط للرياح، سرعات الرياح هتكون ما بين ال 30 وال 50 كيلو متر في الساعة على أغلب مناطق الجمهورية أو كافة مناطق الجمهورية. نشاط الرياح دايما بيحسسني بانخفاضات درجات الحرارة ويحسسني بمزيد من برودة الطقس، قيم درجات الحرارة دي خليني أحس بيها أقل كمان من ال 16 أو ال 15 درجة مئوية، بالإضافة إلى كمان إن في طبعا فرص لسقوط الأمطار، لأن إحنا بنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، معها سقوط أمطار وكمياتها بتكون خفيفة المتوسطة على سواحلنا الشمالية، كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري. كل ما تقدمنا للداخل كل ما كميات الأمطار وفرصها قلت، لكن في فرص سقوط أمطار على جنوب الوجه البحري زي المنوفية والغربية والشرقية، أيضا الأمطار هتمتد للقاهرة الكبرى فرص أمطار خفيفة، لكن مجمل الأمطار غير مؤثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. يمكن في ساعات الصباح والساعات الماضية بدأ بالفعل سقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، بالإضافة إلى أن كمان مع طبعا نشاط الرياح في اضطراب في حركة الملاحة البحرية خاصة على البحر الأحمر. اليوم ارتفاع الأمواج اليوم بيتجاوز 3 متر، بيوصل لأربعة متر على البحر الأحمر، وغير مؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه. طب يا دكتور، عايزين حضرتك تطمنينا على حاله الطقس بدايه من يوم الخميس. من المفترض ان يكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره بنسب بتتراوح من درجتين لخمس درجات. بالفعل يمكن احنا لسه غدا الاربعاء هنستمر في انخفاض درجات الحراره، بس درجات الحراره تشهد تحسن مقارنه باليوم، يعني احنا الاربعاء هتكون 17 درجه على القاهره الكبرى. بداية من اليوم الخميس هنبدأ نشعر بتحسن في الأحوال الجوية وتحسن ملحوظ، لأن احنا هيحصل في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، تبدأ درجات الحرارة ترتفع بحوالي من درجتين لخمس درجات باختلاف المناطق طبعا. العظمى على القاهرة متوقع تكون 19 درجة مئوية، نرجع تاني للأجواء المعتدلة الدفئة خلال فترة النهار، لكن فترات الليل هتظل شديدة البرودة، لكن طبعا هيبقى في اعتدال في سرعات الرياح، فالأجواء مش هتبقى باردة بالشكل اللي احنا بنشهده خلال هذه الأيام، مع كمان عودة الشبورة المائية في الظهور مرة أخرى في الصباح الباكر، الساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. ارتفاع درجات الحرارة ده هيكمل معانا إن شاء الله لبدايات الأسبوع المقبل، وتبدأ العظمى تسجل مرة أخرى على القاهرة الكبرى ما بين 22 وال 23 درجة مئوية إن شاء الله، وده يتزامن كمان مع نهايات فصل الشتاء اللي هينتهي يوم الأحد المقبل 20 مارس ويبدأ مع فصل الربيع بإذن الله. إن شاء الله. شكرا يا دكتور منار. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 16 والصغرى بتسجل 8، الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10، مرسى مطروح العظمى 15 والصغرى 10، سيوة العظمى 16 والصغرى 9، بورسعيد العظمى 15 والصغرى 10، دمياط العظمى 15 والصغرى كمان 10، الإسماعيلية العظمى 16 والصغرى 8، السويس العظمى 17 والصغرى بتسجل 9. هنروح للعريش العظمى فيها 15 والصغرى 7، سان كاترين العظمى 12 والصغرى 1، طابة العظمى 20 والصغرى 13، شرم الشيخ العظمى
20 والصغرى 11، الغردقه العظمى 20 والصغرى 12، الفيوم العظمى 16 والصغرى 7، بني سويف العظمى 16 والصغرى 8، المنيا العظمى 17 والصغرى بتسجل 4. هنروح لاسيوط العظمى فيها 18 والصغرى بتسجل 8، سوهاج العظمى كمان 18 والصغرى كمان 8، قنا العظمى 19 والصغرى 9، الاقصر العظمى 18 والصغرى 9، اسوان العظمى 20 والصغرى 10، الوادي الجديد العظمى 19 والصغرى 8، شلاتين العظمى 22 والصغرى 13، واخيرا حلايب العظمى 23 والصغرى بتسجل 14. دي كانت فقرتنا الجويه مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقيه فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك، بنشكرك يا ليندا.